وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ومن هو نجم المباراه في مباراه حرس الحدود والنادي الاهلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله مبروك. تمام. الله يبارك في حضرتك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني بالتاكيد. دي افضل بدايه للنادي الاهلي من موسم 2005 2006، ان انت تحقق 6 فوز على التوالي من موسم 2005 2006. النادي الاهلي ما حققش 6 انتصارات متتاليه في اول 6 مباريات بالدوري. تأكيد يعني في عمل كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه ومن مجلس الاداره الموسم ده في الدوري. مباراه النهارده يمكن النادي الاهلي تفوق في كل شيء، تحديدا على المستوى التكتيكي، على المستوى الاستحواذ، على مستوى التمريرات. استحواذ كام في الميه؟ الاستحواذ النهارده بتاع النادي الاهلي 66% مقابل حرس الحدود 34%. المحاولات على المرمى شايف، انا ممكن شايف ان هو اكتر يعني من 66 كمان. يعني لا ما اعرفش 66 34، لكن ماشي. والمحاولات بتاعه النادي الاهلي 17 محاوله منهم 6 صح، حرس الحدود 4 محاولات بس منهم واحده بس صح. كمان النادي الاهلي عمل كالعاده، النادي الاهلي بيوصل ل 500 تمريره مع فايلر، اسلوب لعب الاستحواذ. عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 553 تمريره مقابل 102 تمريره لحرس الحدود. يعني النادي الاهلي عمل اكتر من 5 اضعاف عدد تمريرات حرس الحدود، 553 مقابل حرس الحدود 102 تمريره. يمكن النهارده فايلر قدم مباراه تكتيكيه ولا اروع قدام مدرب زي ما هم كده كانوا بيقولوا بلغه الكره، مدرب رخم تكتيكيا او مباراه رخمه تكتيكيه زي كابتن طارق العشري، مدرب محترم جدا على المستوى التكتيكي. النهارده فايلر غير طريقه اللعب 3 مرات. الاول طبعا هو بدا بطريقه لعب 4-1-4-1، الارتكاز الوحيد كان عمرو السليه على يمين وحسين الشحات في مركز جديد على حسين الشحات اللي هو اللي في العمق، ومحمد مجدي قفشه ناحيه اليمين، كان ناحيه يمين رمضان صبحي، ناحيه الشمال جونيور اجاي قدام ازارو. 4-1-4-1 ديت الطريقه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في ماتش الزمالك، اللي هي تعتبر البعض بيعتبرها 4-3-3، بس في ماتش زي ده هي 4-1-4-1. لو بصينا على يعني وظيفه كل لاعب، الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي كل لاعب وظيفته ايه. يعني نبص نلاقي 2 سنتر باك، رايت باك اللي هو مثلا احمد فتحي، الليفت باك محمود وحيد، الديفنسيف ميدفيلدر اللي هو عمرو السليه، الاثنين السنتر اللي في النص قفشه وحسين الشحات، رايت وينجر رمضان، ليفت وينجر اجايه، وقدام ازارو. دي اول يعني دي اول طريقه بدا بيها فايلر المباراه. عند الدقيقه 58 عند نزول ازارو، نزل في الدقيقه 58 طبعا ده نزول ازارو، نزول سوري وليد سليمان، خروج ازارو ونزول وليد سليمان. فطبعا لما ازارو خرج الطريقه اتحولت لايه؟ من 4-1-4-1 ل 4-2-3-1 اللي هي الطريقه العاديه اللي احنا بنلعب بيها لما خرج راس الحربه، تحولت ل 4-2-3-1 بوجود عمرو السليه جنب محمد مجدي قفشه، ورجع وليد سليمان كصانع العاب او 9.5 تحت جونيور اجاي، ورجع رمضان في المكان بتاعه اللي هو بيلعب فيه على طول اللي هو الجناح الايسر، وحسين الشحات راح ناحيه اليمين. وبرده النتيجه فضلت 0-0، وفضل كابتن طارق العاشر رامي الاتوبيس ورا. دايما بنسميها طريقه الاتوبيس، ان انت بتدافع بالثلاث خطوط بتوعك في وسط ملعبك. النهارده فايلر الاتوبيس كان زحمه قوي النهارده، الاتوبيس كان زحمه، وفايلر ما غلبش، غير مره في الثانيه، الثالثه كمان بقى في الدقيقه 74 لما عمل التغييرين محمد هاني ومروان محسن. طبعا الطريقه بعد كده اتحولت لكام؟ ل 4-1-3-2، نزل مروان محسن كراسين حربه وارتكاز واحد اللي هو عمرو السليه، ووليد سليمان كصانع العاب، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال رمضان صبحي. لو شفناها بالصور هنبص نلاقي ان طريقة اللعب في اخر ربع، في اخر اللي هي من الدقيقة 74 اتحولت الى 4-1-3-2 راسين حربة. ادي الصورة اهي، دي في اخر ربع ساعة اتحولت الى 4 رامي ربيعة وايمن اشرف، كمان حول احمد فتحي كباك ليفت، محمود وحيد تعب بدنيا ده على تصريحاته، احمد فتحي راح الناحية التانية. ليه؟ احمد فتحي ممكن في بعض المدربين خاصة اللي هم في أوروبا بيعتمدوا على الباك اليمين لما بيشوف فرقة مقفلة خالص وبتلعب اللي هي رامية الأتوبيس ورا، فبيفضل إن هو يحط الباك اليمين يحوله ناحية الشمال، يعني يجيب لعيب بيلعب برجله اليمين يحطه باك شمال، بحيث إن هو إيه ما يضيعش الوقت في إيه؟ في الأوفر. فأحمد فتحي يخش على طول ويعمل عرضية. على فكرة أحمد فتحي قدم مباراة كبيرة جدا، يعني قدم مباراة كبيرة جدا، إن أنت واحد بدأ باك يمين بعد كده وديته باك شمال. فدي بتبقى برضو بعض الرؤية عند المدربين الأوروبيين، إن أنت بتحط لعيب زي احمد فتحي مثلا بيبقى هو جناح ظهير ايمن اصلا في الاصل بيلعب برجله اليمين، لما بتوديه ناحيه الشمال مش هياخد بقى فتره ولا كده، لا ده هو عايزه يبقى ايه عدلته لجوه، عايزه يبقى باصص لجوه عشان يديك العرضيه على طول، خاصه لما الفرقه كمان بتكون
مقفله جدا. وطبعا السبب الثاني ان محمود وحيد قل بدنيا، هو حتى كمان قال فايلر كاف التصريحات، اتخبط في دماغه متخبط في دماغه، والتراجع ممكن يكون بدنيا برضه والاصابه، فنزل احمد فتحي ناحيه الجانب الايسر، ونزل محمد هاني برضه بيمر بفتره كويسه ان هو عايز يديك عرضيات، ونزل لاعب براسين حربه سواء مروان او جنبه طبعا جونيور اجاي راسين الحربه، وعمل كرات عرضيه، وكمان ادى تعليمات بان انت ما انت مش هتفك الاتوبيس ده غير بتسديده، يا اما كرات عرضيه يا اما تسديدات. تفك الاتوبيس غير لما يتقلب. ما هو حتى كان قال انا اتمنى هدف مبكر، عشان اللي هي الاتوبيس اللي كان عامله كابتن طارق العشري، لا انت يا تفكه بكرات عرضيه اسهل حل عشان تفك التكتل ده، يا اما كرات عرضيه من الطرفين يا اما تسديده. والنهارده السوليه حللك، قدم لك حل، احنا دايما بنتكلم على دور السوليه في السكند بول، النهارده السوليه قدم حل نموذجي، رغم ان هو لعيب بيلعب ديفنسيف ميد فيلدر، النهارده بيتقدم وبيسدد في تسديده ولا اروع من عمرو السوليه، الكوره اهي اتلعبت، ده حل من الحلول لما يبقى هو كابتن طارق العشري كل اللعيبه ورا، ده كل اللعيبه في منطقه الجزاء، فانت عشان تفك التكتل ده خبطت، ولكن ده حل مهم. ما احنا جايبين الصوره اللي فاتت دي، ال 10 لاعبين ما بين خط ال 6 يارده وال 18، يعني في 12 يارده اللي هي في بدايه الهدف بالظبط، لو رجعت بدايه الهدف 12 يارده فيها 10 لاعبين من حرس الحدود و6 7 لاعبين من النادي الاهلي. هو رامي الاتوبيس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والجون، يعني 10 جوه منطقه الجزاء. فده لازم يبقى فيه حل من الحلول، واحنا هنقابل كده في المباريات الجايه، ان انت هتقابل كتير، فانت لازم يكون عندك حلول. هو الراجل اتصرف ان انت 4 1 4 1 بعد كده حولها 4 2 3 1 بعد كده حولها 4 1 3 2 بوجود ارتكاز واحد وراسين حربه، وعايز اعمل كرات عرضيه من الظاهرين احمد فتحي ومحمد هاني، وكمان حل التسديدات مهم جدا من عمرو السوليه، وكان ممكن قفشه قبل خروجه. عمرو السوليه بصراحه قدم مباراه كبيره جدا، وبيواصل التالق في الفتره الاخيره. لو استعرضنا ارقام عمرو السوليه هنلاقي ان يمكن عمرو السوليه طبعا احرز هدف، عدد التمريرات القصيره هو يعني عامل 59 تمريره، عدد التمريرات القصيره بتاعت عمرو السوليه 41 تمريره قصيره صح واربعه خطا. اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه في المباراه ايمن اشرف وعمرو السوليه، الاثنين مع بعض متساويين 14 تمريره طوليه منهم 9 صح، يعني من ال 14 تمريره 9 صح. أيوة. كمان عمرو السوليه اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى 3 محاولات، مع جونيور اجاي برضه عمل 3 محاولات، مع قفش عمل 3 محاولات، ولكن عمرو السوليه بيتفوق عليهم ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي النهارده كان ليه محاولات صح ما بين الثلاث خشبات، محاولتين يعني محاولتين من 3. أيوة. كمان عمرو السوليه صنع فرصتين. بالنسبه لاستعاده الكره الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها دايما، هو اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه 13 مره، قطع الكوره 9 مرات، مراوغات ناجحه 1، اكتر لاعب حصل على اخطاء 6 اخطاء، يعني فاز باخطاء للنادي الاهلي. دقه تمريراته القصيره هو 41 تمريره قصيره صح من 45. عمرو السوليه بيستحق التحيه بصراحه على الاداء في الفتره الاخيره، وعلى الدور اللي احنا دايما بنتكلم عنه في استعاده الكره الثانيه لفايلر النهارده. هو نجم المباراه النهارده عمرو السوليه رقم 1، رقم 2 احمد فتحي. احمد فتحي قدم مباراه برده كبيره جدا. احمد فتحي لو استعرضنا ارقامه كده هنلاقي ان هو اكتر لاعب قطع الكره في المباراه 17 مره، ده احمد فتحي. كمان اكتر لاعب عمل كرات عرضيه 9 كرات عرضيه، التسع كرات عرضيه دول منهم 3 صح من التسعة. كمان تاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، مراوغات اللي هي اللي بيفوت في واحد على واحد، رمضان صبحي رقم 1 عامل 5 مراوغات، رقم 2 احمد فتحي عامل 4 مراوغات ناجحه. كمان احمد فتحي اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى 3. بالنسبه للتحضير الهجمه من تحت عامل 10 تمرير طولي منهم 7 صح، عامل 42 تمريره قصيره صح من 43. فاذا انت بتتكلم في دور دفاعي مميز، اكتر لاعب قطع الكوره، كمان دور هجومي مميز ان هو صنع فرصه، وتاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، واكتر لاعب عامل كرات عرضيه مع حسين الشحات احمد فتحي. كمان لما الراجل محمود وحيد، لما فايلر لقى ان محمود وحيد غيره وودي احمد فتحي ناحيه الشمال، فده لعيب جوكر، لعيب خبراته مهمه جدا. واحد زي احمد فتحي كمان كان ليه كوره ان هو كان هيشوطها، وكان نوع من التسديد، يعني احمد فتحي عامل 3 محاولات على المرمى، وكان عايز يفك التكتل الدفاعي بتاع كابتن طارق العشري. رقم 3 السوليه احمد فتحي، رقم 3 ايمن اشرف. ايمن اشرف النهارده قدم ماتش كويس جدا، وده الدور اللي عايزه منه فايلر. ليه فايلر دايما بيفضل ايمن اشرف تحديدا في الحته دي؟ عشان ايمن اشرف كورته حلوه في تحضير الهجمه من تحت. ايمن اشرف النهارده اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل تمريرات، ايوه عامل 80 تمريره منهم 66 تمريره قصيره، 64 صح من
66، واكتر لاعب عامل تمريرات طوليه بالتساوي مع عمرو السوليه، عامل 14 تمريره طوليه. اذا انت بتتكلم في لعيب ايمن اشرف، هو فايلر عايز من الاثنين المساكين كده. رامي ربيعه برضو قدم مباراه كويسه جدا على المستوى الدفاعي، 16 مره استخلص الكوره، فاز بالتحامات 6 التحامات هوائيه. اذا الاثنين المدافعين قدموا مباراه كويسه جدا، سواء ايمن اشرف او رامي ربيعه، كذلك احمد فتحي، كذلك عمرو السوليه. على المستوى اللي قدام اجايه بيمر في الفينش بتاعه، محتاج ان هو يطوره. احنا بنتكلم دايما في ارقام رمضان صبحي برضو يا دكتور. رمضان صبحي عمل 63 تمريره، من اكتر اللعيبه اللي عملت تمريرات في المباراه، من اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره النهارده، دليل ان اللعيبه بتثق فيه، بتدور عليه دايما. ولكن رمضان لما بيروح ناحيه الشمال بيبقى افضل بكتير لما بيروح ناحيه اليمين. النهارده قد يكون فايلر استخدم رمضان ناحيه اليمين عشان عمرو الحلواني، ان انا عايز اوقف عمرو الحلواني، وده ورمضان صبحي رمى زي ما عمل يوم ماتش النجم الساحلي لما لقى وجدي كشريده، حب ان هو يرمي ناحيته رمضان صبحي. تمام. اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه كالعاده كل مباراه، رمضان هو الاعلى في المراوغات الناجحه، 5 مراوغات، عمل محاولتين منهم واحده صح، عمل 5 عرضيات وصنع فرصه. تمام. ده رمضان صبحي. عموما احنا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم هيكون عندنا معاك لقاء نتكلم فيه بقى عن احصائيات كهرباء بإذن الله، عشان ده مهم جدا، الناس عايزة تعرف برضو، الناس هتنتظر إن شاء الله يوم الأربعاء ماذا ستقول عن محمود كهربا. هذه الصفقة المهمة جدا للنادي الأهلي، هل هي بالفعل هامة ولا لا؟ مش كلامنا، ستكون الأرقام هي من تحسب هل كهربا مهم ولا مش مهم. طبعا كهربا يعني ان شاء الله بنتكلم، اكيد صفقه مميزه جدا للنادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لكهربا الانضمام للنادي الاهلي بالتاكيد. يعني نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكراً. دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل يوم الاربعاء. شكرا وبالتوفيق يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن ايمن دجيش عندنا بقى النهارده، ربنا يستر. خلينا نروح نشوف الكابتن، او نطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن ايمن دجيش هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه.